السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله هنعمل معاكم جيبة جميلة جدا، تنفع بقى للعيد وتنفع لحفلات الحضانة والمدارس، وكمان تنفع في المناسبات. عملنا الجيبة دي من قماش الدانتيل، وكمان عملنا لها طبقة تل ناشف عشان ننفش بيها الجيبة، وكمان عملنا طبقة بطانة. اول طبقة معانا هو قماش الدانتيل، اخدنا طولها حوالي 40 سنتي. الطول ده مناسب لطفلة عمرها حوالي 5 أو 6 سنين. عرض القماش معانا كان 150. بالنسبة لطبقة التل الناشف وطبقة البطانة، اخدنا طولهم اقل بحوالي 5 سنتي من طول الجيبة الاساسي، طبعا عشان ما يبانوش معانا من الجيبة من تحت. اول حاجة بقى هنعملها، هنبدأ نكشكش الطبقات اللي معانا. هناخد كل طبقة كده لوحدها، نقفلها من الجنب وبعدين نكشكشها. هنعمل كده في الـ3 طبقات. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدانتيل اللي معايا دوت كان ليه وشين، كل وش بلون، يعني وش لون نبيتي والوش التاني لونه اسود في نبيتي. انا استخدمته على اللون النبيتي. قفلته كده من الجنب وبعدين قلبته. هنعمل بقى كشكشة فيه. ممكن تعملي الكشكشة دي بدواس الكشكشة، وممكن تستخدميها بدون دواس. انا بعمل المكنة بظبطها على عيار واسع، يعني مثلا على رقم 5، وبمشي بخط خياطة، وبعدين باخد فتلة المكوك اشد فيها كده ووزع الكشكشة. بعد كده هنقفل بقى البطانة. البطانة اللي انا عملتها في الجيبة دي كانت ضيقة شوية، يعني عرضها كان اقل من عرض الجيبة. الافضل ان انت تعملي البطانة نفس مقاس الجيبة ونفس مقاس التل الناشف بالنسبة للعرض، انما في الطول هتعمليها اقل حوالي 5 سنتي. عشان نزود نفشة الجيبة، انا جبت قطعة قماش كده طولها حوالي 7 سنتي وعرضها حوالي 3 متر. هنقفلها من الجنب ونكشكشها، وبعدين نثبتها على التل الناشف من تحت. دي هتزود نفشة الجيبة معانا، وكمان مش هتخلي التل يشبك معانا في الدانتيل. بعد ما كشكشناها كده هنبدأ بقى نثبتها على التل الناشف من تحت، يعني هنسيب حوالي 2 سنتي وبعدين نخيطها داير ما يدور كده حوالين التل. هتبقى بالشكل ده كده. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفرك ربي من كل ذنب وأتوب إليك. بعد ما ثبتناها هنقفل بقى التل كده ونمشي بخط خياطة من الجنب. احنا هنعمل الجيبة دي بقمر وبأستك، فالمفروض ان الكشكشة اللي بنعملها في الدورانات دي تكون واسعة شوية، بحيث اننا لما نركب فيها القمر بالأستك تلم معانا كمان شوية على قد الوسط اللي عايزينه. هنجيب بقى طبقة التل الناشف دي وندخلها جوه الجيبة بالشكل ده كده، وبعدين ندخل طبقة البطانة، يعني طبقة البطانة هتبقى جوه وبعديها التل وبعديها الدانتيل. بعد ما دخلناهم جوه بعض كده هنثبتهم من الحرف من فوق كده
بخياطة كده، احنا ثبتناهم اهو. بعد كده هنبدأ نعمل القمر بقى بتاع الجيبة. انا استخدمت قماش اسود كده وفي نقشة نبيتي عشان يبقى لايق مع الجيبة. جبنا بقى قطعة قماش طولها بطول الدوران، يعني الدوران بتاعنا بعد الكشكشة كان حوالي 75 سنتي، فبتجيبي طول القمر نفس طول الدوران، وعرض القمر بتحدديه على اساس عرض الاستك، يعني لو هتستخدمي استك عرضه 4 سنتي يبقى هتعملي القمر عرضه 10 سنتي، لان القمر بتاعنا طبعا بيبقى مجوز فهتحتاجي 8 سنتي وكمان 2 سنتي خياطة، ولو استك عرضه 3 سنتي هتستخدمي قمر عرضه 8 سنتي. ال8 سنتي دول طبعا والقماش بتاعنا مفرود. هنبدأ بقى نقفل القمر من الجنب، هيبقى معانا دايرة مقفولة كده، وبعد كده نجيب الأستك يعني أقل من دوران الوسط بحوالي 10 أو 15 سنتي، وبرضو هنقفل الأستك معانا كده وندخله جوه القمر ونقفل عليه بالشكل ده كده. بعد ما نجهز القمر وندخل فيه الأستك ونقفله هنبدأ نثبته في الجيبة. هنقلب الجيبة كده على الظهر وندخل القمر جوه بحيث ان خط الخياطة بتاع القمر يجي على خط الخياطة بتاع الجيبة، وبعدين نمشي نثبته داير ما يدور كده حوالين الجيبة. انا استخدمت دواس السوستة السحرية عشان القمر يبقى مظبوط معايا. بعد كده هنقلب الجيبة ويبقى كده خلصت معانا. طبعا الجيبة دي من اسهل الجيبات في العمايل ومش بتاخد وقت خالص، وكمان شكلها طلع تحفة جدا، يعني بلوزة كده عليها ويبقى طقم حلو جدا. إيه لو عايزين ان انا اعمل لكم بلوزة قولولي برضو في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.